بنرفض إلزامية التطعيمات. أول نقطة، التطعيمات يجب أن تكون قد مرت بها مراحل معينة، أن تستوفي جميع مراحلها السريرية، أما أن تكون تحت إطار الاستخدامات الطارئة والتجريبية فهذا يعتبر إجراء تجريبي، ولا يجوز إجراء تجربة طبية على أي إنسان بدون رضا وبدون موافقة مسبقة، وعلما أن الشركات المصنعة على اللقاحات والموردة والمستوردة قد أخلت مسؤوليتها تماما من أي مسؤولية ناتجة عن أعراض جانبية عن اللقاح. قالت أنا رافعة أيدي عن المسؤولية، ومنحت هذه الحصانة في كثير من الدول، في معظم الدول التي إيش تصنع تورد لها هذا اللقاح. وهون المصاب يعني الإنسان الذي يأخذ اللقاح يأخذ التطعيم هذا اللي على مسؤوليته الشخصية، إضافة لذلك أنه لم يتم ترخيصها حسب الشروط المعلومة معروفة في هذا الأمر. نتأمل من القضاء الفلسطيني أن يكون منصفا وعادلا، وأن لا تكون هنالك اعتبارات سياسية وللسلطة التنفيذية سلطة على القضاء الفلسطيني. نتمنى ذلك.